ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا فقرة مهمة جدا، ومعانا ضيفتنا اللي مشرفانا دكتورة ليلى محمود، استشاري أسري تربوي مرحلة المراهقة. أهلا بحضرتك يا اهلا دكتور، بك يا حبيبتي، اهلا بك، مبروك على نورتينا، البرنامج الجميل. ربنا يخلي الله حضرتك، يخليك حبيبتي، نورتينا. الله يبارك فيك. طبعا حضرتك شفتي ان احنا كنا في الفقرة الأولى بنتكلم عن الأهداف وصناعة الأهداف والشباب والحاجات دي كلها. تمام عايزين بقى نتكلم عن الشباب بس من منظورهم هم، ان تمام هم شايفين ان الكسل والبطالة والحاجات دي كلها بقت اسلوب حياتهم. حضرتك عايزين نعرفهم يعني ايه هدف. اولا عملوا دراسة علمية على مجموعة من الشباب، اتضح فيها ان اكبر عدد من الشباب مش عارفين اصلا يحطوا لنفسهم هدف. ليه بقى؟ لان هم اصلا مش عارفين يعني ايه كلمه معنى هدف، كلمه هدف دي مش عارفين معناها ايه. وعدد قليل جدا منهم هم اللي دوبك حطوا اهدافهم مكتوبه ومش عارفين برضو ينفذوها. الدراسه برضو اثبتت ان في عدد اقل كمان اكتر اللي هم يا دوبك بداوا يفكروا في هدفهم وبداوا يطوروا منه وحاولوا يحققوه. فكلمه هدف بتعني ايه؟ تعني ان هي حلم جاهز للتنفيذ، ازاي احلم حلم واعد يكون جاهز كده بالنسبه لي ان انا انفذه، او غايه يعني يسعى لها الانسان ليحققها. تمام طيب كده؟ الهدف ده بيكون له شروط؟ اكيد طبعا، اي هدف في حياتي بيكون دي شروط، لازم اي هدف جيد في الحياه يبقى ليه شروط. تمام، من ضمن عايزين الشروط، نعرف ايه شروطه بقى. من ضمن الشروط الهدف دوت، اول حاجه يكون مكتوب. عشان تحقق اي هدفك لازم يكون هدفك مكتوب، تكتبيه وتحطيه قدامك كده، يعني ان انا لو عندي حاجه معينه عايزه اعملها اكتبها تكتبيها وتبقى قدام عينيكي كده في الرايحه وفي الجايه. دي فعلا رقم ده واحد. بيأثر؟ احنا دايما كنا اكيد بنسمع طبعا، كده، بس اكيد هل ده فعلا بيأثر؟ تمام، اكيد طبعا. الهدف المكتوب بيبقى يعني تحقيقه اسرع من الهدف اللي بيتقال. تاني حاجه بيكون محدد، انت عايزه ايه بالظبط؟ هدفك يكون محدد ومكتوب. كمان يكون ايه؟ يكون واقعي، يعني يكون قابل للتنفيذ. تحلمي حلم وتحققي هدف يكون قابل للتنفيذ، ويكون واضح، ويكون بناء، ما يكونش هدام. يعني ان انا معليش سقف التوقعات قوي. تمام، اعرف امكانياتي وقدراتي وبناء عليها احدد ايه هدفي. تمام كده؟ تمام. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الهدف تمام وعن ان احنا ازاي نحدد هدف، تمام عايزين نعرف بقى ايه خطورة عدم تحديد الهدف. تمام. دلوقتي زي ما انت قلتي في الاول، الشباب عايشين حياه استهتار، واكتر كمان بعد ظهور مرض الكورونا وكده، بالظبط، فيروس وبقوا الكورونا، قاعدين في البيت طول او الوقت طول ومفيش الليل، حاجة يعملوها. طول الليل ببجي والالعاب الالكترونيه بيلعبوها، وطول النهار نايمين، لا في بقى صلاه ولا في اي حاجه بيعملوها غير كده. ليه بالظبط. بقى؟ الانسان اللي ما عندوش هدف، ايه خطوره الانسان ما يكونش عنده هدف؟ هنرجع لكلام حضرتك، ولكن معانا اسماء من القاهره. ايوه، السلام عليكم. عليكم ورحمه الله السلام، وبركاته. ازاي حضرتك يا جهاز؟ اهلا بحضرتك. انا مبسوطه جدا من البرنامج بتاعك بصراحه، وحبيت بس اقول قصه بسيطه كده على ان انا حققت هدفي يمكن من فتره كبيره، بس كان بالنسبه لي حلم كان بعيد قوي. اتفضلي. انا كنت في اعدادي وجبت مجموع كان ناقص لي درجه واحده على الثانويه العامه، فيعني الحمد لله يعني، فربنا ما اردش ان انا ادخل الثانويه العامه، فدخلت ثانوي يعادلها يعني. فكنت كارهه نفسي وكارهه المدرسه، بس كان قدامي هدف واحد بس، ان انا مش مهم دخلت ايه، المهم هطلع منه ايه. برافو عليك. وفعلا الحمد لله كنت رحت المدرسه والحمد لله انا الوحيده اللي في المدرسه اللي دخلت كليه تربيه جامعه المنصوره، ما شاء الله وحققت حلمي. وكان حلم بالنسبه لي بعيد قوي، بس الحمد لله ما شاء خليت الله. المدرسه اللي انا مش بحبها دي وسيله ان انا اوصل بيها لهدفي. هو ده الاصرار اللي وانا احنا بنتكلم عنه. بالظبط كده. ممكن حضرتك بس وكنت كان تسمعينا من عندي يعني التليفون؟ والدي والدتي يقولوا لي يعني انت مش هتقدري توصلي كده يعني، لان الموضوع صعب. اقول لهم لا ان شاء الله هوصل، وكل يوم قبل ما انام هقول ان شاء الله هوصل لحلمي. هو ده برافو عليك. الإصرار فعلا، وهو ده الشغف نحو فعلا تحقيق الهدف. فعلا. بنشكر حضرتك جدا يا أستاذة أسماء. نرجع لكلام حضرتك. بقول الانسان اللي عايش من غير هدف طبعا بيبقى يعني عايش في مرحله خطره جدا. بالظبط. ليه؟ بلاحظ الشباب اللي من دول بقى اول حاجه بقى عايشين حياه طول النهار عايش تايه، ما عندوش قيمه للوقت، بالظبط، مدمن الانترنت والسوشيال ميديا، ادمن التدخين. يعني في شباب كتير جدا عشان ما عندهمش هدف ادمنوا التدخين، وبعد التدخين طبعا دخلنا في المخدرات، بالظبط، دخلنا في اصدقاء السوء. اللي هو ده بيوصل لمرحلة وحشة جدا يعني. تمام، ده بقى هنرجع ايه؟ لان بجد ما عندوش هدف، مش عارف يحدد هدفه. انت عايش في الحياة ليه؟ انت عايز ايه؟ مش عارف يقولك انا عايش وخلاص، ليل نهاري ونهاري ليلي، مش عارف يحدد هدفه ايه.
عشان كده بتحس فعلا ان معظم الشباب اللي من دول عندهم لا مبالاه، مفيش حد فاهم اي حاجه في اي حاجه، عايش كده وخلاص. معانا مداخله من خلود من اسكندريه. الو الو، ايوه اتفضلي. انا بس كنت عايز اكتر عن ان انا يعني حواليا ناس كتير قوي يعني بيحطموا حلمي، او ان انا على طول عايزه، بكون عايزه ان انا يعني نفسي في حلمي كده او طموح وحاجه زي كده، وكل واحد بيحطم حلمي. قولي لنا يا خلود، ايه هو حلمك؟ نفسك تعملي ايه؟ نفسي اوصل كده لحاجه معينه في حياتي، فكلهم بيقعدوا يقولوا لا وما ينفعش، بقيت اشك ان هم صح يعني. طب انت شايفه ان انت تقدري توصلي لده ولا كلامهم صح؟ ما انا ما بقيتش عارفه يعني، كل ما اوصل للحلم ده كل ما بيحبطوه. يعني احاول اوصل له او اي حاجه، كل واحد بيحبطني. الدكتور مع حضرتك بقى، هي هتفيدك في الموضوع ده. اتفضلي يا دكتور، قولي لها تعمل ايه. طيب انت شايفه نفسك تقدري تحققي هدفك بجد؟ واثقه من نفسك؟ لما باجي يعني بشوف ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده، بس كلام الناس بيأثر. يعني شايفاها حاجه مش مستحيله؟ لا هي يعني مش مستحيله، بس بحس ان الناس بتأثر يعني، بحس ان الناس بتأثر جامد. خايفه من التجربه يعني؟ او بس تمام. طول ما هي مش مستحيله يبقى في امل. لا طبعا اكيد في امل. تمام، شكرا ليكي جدا يا خلود. حضرتك حابه تقولي لها حاجه؟ ما لسه احنا طبعا هنشوف الخوف، تأثير الخوف قد ايه لما يكون عندك هدف عايزه تحققيه. الخوف ده حاجه صعبه جدا، لو انت لو تملك من بني ادم او من انسان طبعا هيحطمه جدا، بس طيب ده قدام شويه. يبقى انت كملي معانا واسمعينا يا خلود، ان شاء الله اسمعيني يا خلود تستفيدي هجاوبك على كده سؤالك. باذن الله. عايزين نعرف بقى ايه هي المفاتيح الهامه للنجاح. ماشي. دكتور ابراهيم الفقي كان عامل كتاب جميل جدا اسمه المفاتيح العشره للنجاح، 10 مفاتيح اللي لو الانسان استخدمهم صح بيوصل لقمه النجاح. الدوافع، الطاقه، المهاره، يعني لازم يكون الانسان عنده دافع اللي هو يحقق هدفه، عندك دافع من جواك وبتحفز نفسك، ما تخليش حد يحفزك، ما تنتظرش التحفيز ده من حد. الطاقه، عندك طاقه لده، عندك مجهود تبذله بجد ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه، بس خلي بالك في لصوص للطاقه، في لصوص ممكن تسحب طاقتك منك، يعني مش هتقدر توصل لهدفك، زي القلق النفسي والتوتر، دي لصوص الطاقه. المهاره ده مفتاح المهاره مهم جدا طبعا. التخيل، تخيلي نفسك ان انت حققتي هدفك، انت عايزه توصلي كليه الطب، توصلي اللي انت رياضه معينه، اي هدف انت عايزاه تخيلي نفسك ان انت في الفعل فعلا يعني فيه. هل التخيل ده فعلا طبعًا بيأثر ايجابي؟ طبعا لو في يعني يعني لو غمضت عينيكي مديتيشن كده وشفت نفسك ان انت في المكان اللي انت حابه تبقي مذيعه مشهوره، حابه تتخيلي كل الناس عارفاكي، نجحتي ببرنامجك الجميل، ده كان هدف ليكي تحققيه. بس في ناس بتقول ان يعني بنسمع من بعض الناس اللي هو لا انت يا عم خيالك بيسرح بيك، انت اللي هو طب خيالك عالي قوي، فهل فعلا الخيال ده ممكن يكون سبب في نجاحنا؟ تمام، ممكن يوصلك لاعلى مما تتخيلي، بس برضو وفق امكانياتك وقدراتك، وفق امكانياتك قد ايه وقدراتك قد ايه، بناء عليه هو ده اللي هيوصلني لتحقيق هدفي. بالظبط. من ضمن برضو مفاتيح النجاح المرونه، الالتزام، الصبر، الانضباط، كل الحاجات دي كلها مفاتيح النجاح العشرة دي لو درسناها طبعا كل واحد منه عايز شرح كبير جدا طبعا. واكيد من اهم الحاجات في الثقة بالنفس. اكيد طبعا ده اهم حاجة طبعا. طيب عايزين نعرف من حضرتك يعني ازاي ان هما برضو يعني هو دلوقتي لو الشاب او البنت دي عنده حاجة بس مش عارف يبدأ منين، يعني يبدأ ازاي؟ البداية تكون ازاي؟ اول حاجة يحط نقط محددة، وزي ما كان في ضيف حضرتك كان في مداخلة من شوية، يمسك هدفك وجزاء له جزاءات صغيرة، لو هدفك كبير جزاول الحته الصغيره، هتوصل حته حته لغايه ما تكون هدفك الكبير اللي انت عايزه. تمام تمام. معانا اميره من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، اهلا بيكي. بجد برنامج حضرتك ممتاز وحلقه قويه جدا، انت حطيتي ايديكي على اول حاجه لاي حد عايز يحقق هدف. ربنا يخليكي. يعني بجد موضوع الحلقه مهم جدا، الثقه بالنفس من اهم الحاجات اللي لازم عشان اوصل لهدف، هي دي اول حاجه اعملها. بالظبط. وانا برضك عايزه اقول لك حاجه صغيره كده. اتفضلي. الحمد لله انا برضك من الناس اللي كان عندي طموح وحاولت ان انا احققه، لسه طبعا الحمد ما لله اللي انا عايزاه، بس طول الوقت عندي الهدف ان انا هوصله باذن هتوصل الله ان شاء الله. هوصل. بس ما زلتي ان انت بتحاولي وماشيه في طريقك، مش مستسلمه. يعني مثلا انا لقيت نفسي عندي مهاره ان انا اقدر اطبخ، اقدر بحب الطبخ جدا وبحب اقدم والكلام ده كله، عملت قناه على اليوتيوب.
استمريت. الناس قالت لي، الناس عارفه بقى ان لازم يبقى في حاجات سلبيه في حياتك، مش طبعا. هتقدري، مش هتستمري، مش هتعرفي، مش هتعرفي تعملي كل الاكلات، بس بس هو ده عندك بيكون مقدره. بدايه طريق النجاح، خلي بالك. بالظبط، حطيت ايدي بقى في البدايه على اول الطريق وقلت لا، وعملت قناه وعملت حلقه بس مباشره عن الثقه بالنفس. برافو عليكي. قلت لكل حد عنده قناه صغيره هتقدر توصل وهتقدر تكبر، بس لازم اكون واثق من نفسي، ما ابصش ورايا، دي اهم حاجه. بالظبط. وبصراحة عايزة كمان من خلال البرنامج أشكر جوزي، لأن هو اللي ساعدني في إن أنا أعمل القناة، هو اللي كان بيساعدني في التصوير، بيساعدني في كل حاجة صراحة، ما شاء علشان الله. أقدر أوصل اللي أنا فيه دلوقتي. حققت أول شرط من اليوتيوب إن أنا يبقى عندي 1000 مشترك، وادعوا لي إن شاء الله إن أنا أكمل ربنا الشرط معاكي تاني يا رب وأكسب. إن يوفقك شاء إن الله شاء الله. توصلي بإذن الله. ودايما عشان نوصل لأي حاجة في حياتنا لازم يكون في أشخاص مؤثرين أكيد طبعا، بيكونوا أكيد ده اللي ساعدونا. أنا بقوله، حقيقي لازم كل الواحد يبقى الشكر فيه ثقة والتقدير بالنفس ليهم. قبل أي شيء. بالظبط، شكرا شكرا ليكي ليكي حبيبتي. جدا. اتفضلي يا دكتور. بعد كده هنتكلم بقى عن موضوع الثقة بالنفس، نكمل الموضوع بتاعها بتاع الثقة، ولا نتكلم عن الخوف؟ اللي حضرتك شايفاه. بنلاحظ ان في ناس كتير جدا بيبقوا عايزين يحددوا هدفهم وعايزين يوصلوا زي ما هي بتقول كده، بس خايفين. بالظبط، ده والخوف اللي ده كانت خلود بتقول، اللي بتكلم فيه خلود. الخوف ده حاجة على قد ما هي مقلقة على قد ما هي مهمة جدا. الخوف ده العلاج الوحيد لنجاح الإنسان. العلاج الوحيد لنجاح لنجاح الانسان الإنسان. ازاي بقى؟ الخوف بينقسم الى قسمين، في خوف صحي وفي خوف مرضي. يعني انت لو رايحه امتحان الصبح طبعا طبيعي لازم تكوني ايه، عندك قلق وخايفه، ده الطبيعي، ده خوف صحي. اما بقى الخوف المرضي اللي انت تتوتري خالص وتنهاري وما تعرفيش تكتبي اني اخلي ده ياثر عليا وتنسي، بالسلب. اثر على صورتك الذاتيه بقى، وعلى اثر على شخصيتك من جواكي، خلاكي نسيتي وخلاكي دخلتي مود تاني خالص. كان في مقوله للدكتور ابراهيم الفقي بيقول ايه، خد الخوف، هات الخوف من ايده وعد عد عليه، يعني خد الخوف من ايديه وعد عليه. فالخوف بص بص له في عينه وقال له اخيرا فهمتني، انا عمري ما كنت جاي اخوفك، انا كنت جاي اعرفك 3 حاجات. ان يعني يعمل حاجات 3 حاجات، ايه هما؟ يقرب من ربنا، يبعد عن الافكار السلبيه، ويكتر من الافكار الايجابيه. شفت قد ايه الخوف مهم بالنسبه لنا؟ على قد ما هو مقلق وعلى قد ناس كتير جدا بتبقى خايفه، بس هو فعلا الفشل بجد او الخوف بدايه النجاح. بس هو لما بيزيد عن حده بيقل بيكون بقى ايه، خطر. بيكون مرضي بقى، وده اللي احنا طبعا مش عايزينه. بالظبط. تمام. طيب عايزين بقى نعرف ازاي ان احنا، يعني احنا واحنا ماشيين في طريقنا بتواجهنا افكار سلبيه كتير جدا، أكيد. وبيكون سبب فيها ناس من اللي حوالينا، الناس تمام. اللي هي مش حابه لنا الخير. تمام. او مش حابه لنا النجاح. تمام. ازاي ان احنا بقى يا دكتور نتعامل مع الافكار دي ونواجهها؟ في دراسه برضو علميه عملوها، يعني بالظبط زي اللي خلود لسه قايله، بالظبط هي ماشيه في طريقها ونفسها بيحبطوها حاجه بقى، بس كل اللي حواليها بيحبطوها، فهي ازاي تتعامل مع حاجه زي كده؟ الدراسه دي كانت بتقول ايه، قبل ما تنامي بالليل، احنا قبل ما ننام بالليل دماغنا ده بيبقى شغال طول الليل تفكير. لو نمنا على فكره سلبيه، قمنا الصبح حتى لو نمتي 10 ساعات 10 ساعات هتقومي نايمه جسمك كله ده مكسر وهمدان جدا، على قد ما نمتي نوم كويس جدا. ده تاثير الافكار السلبيه اللي احنا نايمين بالليل بنفكر فيها. فنصيحه لازم ننام على افكار ايجابيه، ننام على تفاؤل الصبح ان شاء الله هيحصل، يبقى فكره ايجابيه في دماغنا ننام عليها. طيب الناس بقى السلبيين اللي حوالينا دول، الافكار السلبيه نعمل فيها ايه؟ ناخد نفس عميق وشهيق وزفير كده، نسترخي، نحاول نتفائل، نحاول نبتسم، نلعب رياضه، واهم حاجه كمان المشي. المشي ده جميل جدا، اللي احنا نمشي ونسترخي فيه في الطريق. في كمان حاجه مهمه جدا، احنا ما نتكلمش على نفسنا بطريقه سلبيه. يعني مثلا اجي اقول لك ايه، انا الحق ده كان غيري اشطر، يعني هبقى زي مين يعني، ده قبل كده كذا حد عمل وفشل، انا اللي هنجح ازاي؟ لما اكلم صورتك الذاتيه تكلمي عن نفسك بطريقه مهزوزه بالطريقه ديت، عمرك ما هتوصلي للنجاح. ولازم اصاحب الناس اللي يشدوني، يعني الناس اللي مش محبطين، الناس اللي تشدني الى هنا، ايه تشجعني تشجعني وتساعدني ان احقق حلمي. اي حد محبط حوالي ايه، ابعد عنه. برضه يا دكتور اكيد بيكون في تاثير للشخص من الناس الخارجيه اللي بتتكلم عنه بطريقه سيئه. طبعا حضرتك بتقولي ان انا ما اقللش من قدر نفسي. بالظبط. برضه بيكون في مشكله ان انا اقلل من قدر اللي قدامي، او ان انا اقلل من حلمه او استهزأ بيه. لا طبعا، لازم يعني كل هدف قدامي لازم اعظمه. لما تعظمي هدفك وتكبريه، اقول لك عشان تبقى كبير لازم تحلم حلم كبير، احلمي حلم كبير، ما تحلمش حلم صغير. يعني احلم ان انا مثلا بكره انا بقى، يعني انا واحده من الناس كان نفسي احلم اكون انا دكتوره، في يوم من الايام اكون دكتوره. مره على مره خدتها على كبر، اي نعم الحمد لله، بس وصلت للهدف اللي انا كان اللي كنت بسعى عليه. مش مهم الواحد يوصل امتى، المهم ان المهم يوصل فعلا. وصل. تمام تمام. معانا سلمى من القاهره. الو
الو، واضح ان في مشكلة في الاتصال، حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب احنا عايزين بقى نتكلم عن نقطة مهمة جدا حضرتك دايما بتتكلمي عنها، ان هي من اهم الحاجات عشان الواحد يقدر يحقق حلمه، وهي الثقة بالنفس. تمام. لو الثقة بالنفس منعدمة الواحد يعمل ايه؟ بنلاقي الناس اللي هم عندهم ثقة بالنفس مهزوزة تملي يضخموا الفشل. اصل انا ما قدرتش، اصل ده حاجة صعبة عليا، بتملي بيضخموا الفشل. لا، ما اعملش كده. لازم يبقى عندي ثقه بنفسي، واحس ان انا يعني اشوف نقاط ضعفي ونقاط قوتي فين، اشوف ضعفي واشتغل عليه، واحاول اي شخص بيكلم معايا مثلا يحبطني او يحاول مثلا يستهزئ بافكاري ابعد عنه. واحاول برضه الناس اللي حواليا المحيطين حواليا اسالهم، مثلا انا كجهاد ايه رايكم في البرنامج؟ كان كويس؟ طب كان ايه نقاط ضعفك؟ طب انا كنت وحشه في ايه؟ طب كنت كويسه في ايه؟ واخد، بس مش اي حد اساله، نخلي بالنا من النقطه دي، مش اي حد اساله. صح، المقربين ممكن حد يقول كلمه يهدمك، تاثر في الشخص طبعا جدا، وترجع برضو شخصيتك. وبرضو ممكن الحد اسال المقربين، ده يكون فعلا مش حابب لي الخير، فانا تمام. اختار فعلا الناس المقربه اللي انا شايفه ان الشخص ده فعلا هيفيدني بجد وخايف عليا وخايف على مصلحتي. هنرجع لكلام حضرتك عن الثقه بالنفس. شبه. ولكن معانا سلمى. الو. الو، ايوه يا سلمى، مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ تمام، اتفضلي. بصي، تكلموا عن الطموح واللي عنده هدف مش عارف يوصل له، فأنا كنت حابة أسأل الدكتورة. اتفضل. كنت عايزة أسأل الدكتورة، يعني أنا حصل لي موقف في حياتي، يعني ظرف وصلت له. حصل إيه؟ ظرف في حياتها. ممكن بس تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون؟ تمام، أوكي. أنا حصل لي ظرف، يعني الو الو، ايوه معاكي، بس لو سمحتي اسمعينا من التليفون. طيب تمام، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال الدكتوره، اللي يعني اللي مش عارف بقى يوصل للهدف اللي هو عايزه، واللي وصل في حياته يعني لدور آبة وحزن ودايما حزين دايما كئيب، مش عارف يخرج من المود ده، بيعمل كل حاجه عشان يحاول يخرج نفسه من المود، مش عارف. تمام. طيب الدكتور هتجاوبك، اتفضلي. بص يا سلمى، سؤال سلمى بيتحدد ازاي احدد هدفي عشان اكون سعيده في حياتي. احدد هدفي ازاي؟ تمام. اول حاجه نتوكل على الله، رقم واحد التوكل على الله. رقم اتنين حسن الظن بالله والتفاؤل، لازم اكون انسانه متفائله، وتفائلوا بالخير تجدوه. بعد كده اعرف نفسي انا عايزه ايه، اعرف شخصيتي، اعرف امكانياتي وقدراتي، واحط هدفي على اساسها. انا امكانياتي كذا، يبقى انا اقدر احدد الهدف على قد امكانياتي وقدراتي. بعد كده اعيش حياه متزنه. هل انت بجد عايشه حياه متزنه؟ طب اعيش حياه متزنه ازاي؟ في 5 اركان للحياه المتزنه. اول ركن منها الركن الروحاني. انت علاقتك بربنا ايه؟ علاقتك بربنا قريبه من ربنا، بتصلي، بتصومي، بتزكي، بتطلع صدقات، ده ركن روحاني. في الركن الصحي، صحتك اخبارها ايه؟ عامله دايت، ماشيه على نظام اكل معين، ماشيه ازاي صحتك، بتخلي بالك من صحتك ولا لا؟ تالت ركن الركن الشخصي، علاقتك بالاشخاص ايه؟ علاقتك باهلك ايه؟ صله الرحم، علاقتك بزملاء العمل ايه؟ تمام. الركن الرابع اللي هو الركن المهني، شغلك، تعليمك، مستقبلك، اخبارهم ايه معاكي؟ علاقتك بالموظفين معاكي، او علاقتك بمديرك ايه في المدرسه او في الشغل. اخر ركن الركن المادي، هل المادة اللي معاكي، استثمار الفلوس اللي معاكي ديت، مرتبك ده مكفيكي، عايزة تطوري من نفسك، عايزة تشتغلي شغلانة تانية؟ دي الحياة المتزنة. عشان اعيش الحياة المتزنة لازم ال5 اركان دول، لو ركن فيهم حصل فيه نقص هتحس ان انت قاعدة على كرسي بـ3 رجول مش بـ4. تمام؟ تمام. بناء عليه بقى كده تحددي هدفك، هتلاقي نفسك استقريتي، وهتلاقي نفسك هديتي، وحطيتي يعني رجليك على اول سلمه لتحقيق هدفك. طيب، عايزين بقى نعرف من حضرتك، هل للاباء والامهات دور في ان هم يخلوا اولادهم يحققوا اهدافهم؟ اكيد طبعا. احنا شايفين كما يعني اللي انا شايفاه ملاحظه لي من دول، ان في مفتقدين في البيوت المصريه القيم الانسانيه. القيم الانسانيه دي بتبقى مولوده مع الشخص، موجوده معاه منذ الصغر، مش هو كبير كده. فلازم كل اب وكل ام يخلي باله من النقطه ديت، اللي احنا نشوف ابننا قدراته وامكانياته ايه من هو صغير، اعرف امكانيات ابني وقدراته عامله ازاي وامكانياته عامله ازاي، واساعده اللي هو يحدد هدفه. لو عايز يرسم اساعده، لو عايز يلعب رياضه اساعده، يبقى في حوار جيد بيني وبين ابني،
مش شرط اللي بنلاحظ ان كل واحد في بيوتنا المصريه كل واحد في اوضه ما حدش يعرف حاجه عن التاني، يبقى في حوار جيد بيني وبينه، يبقى في وقت كده وقت اسري زي ما كنا قاعدين مع بعض زمان نشوف الدنيا فيها ايه، ندي للابن او الابنه حق الاختيار، انت عايز كليه ايه، عايز تخش ادب او علمي. انا في ناس كتير جدا بيتصلوا بيا مش عارفين يختاروا علمي او ادبي عشان يرجعوا لبابا وماما، تمام فاهمه؟ فدي طبعا بتقلل الثقه بالنفس للاولاد، مهم جدا. طب اكيد عايزين بقى حضرتك توجهي رساله اخيره لكل شاب وبنت بتسمعنا، ازاي ان هم يبداوا حياه جديده من اول النهارده؟ انا هقول لهم على 5 خطوات لو عملوها بصورة سريعة عشان وقت الحلقة بتاعتي. 5 خطوات بصوره سريعه ورقه وقلم بس اكتبوا ورايا. ال5 خطوات دول لو عملوها هيحددوا هدفهم بطريقه جيده جدا، يوصلوا لهدفهم ان شاء الله. اول حاجه بيقول لك احلم، وبعد كده فكر، وبعد كده ابدا، وبعد كده عافر واثبت. احلم، فكر، ابدا، عافر، اثبت. احلم عشان تبقى كبير، قلنا لازم احنا نحلم حلم كبير. بالظبط. فكر، فكر في هدفك عايزه يكون ازاي وسر ان انت ايه توصل له. ابدا، ابدا من دلوقتي، اول ما تقول انا بدات هدف ابدا من الان، من دلوقتي يعني ما فيش تردد. رابع حاجه عافر، طبعا حياتنا مش ورديه، لازم يبقى في معافره ولازم يكون اقع واقوم تاني. اثبت، اثبت بعد كل خطوه تخطيها لازم يبقى في صمود وصبر واصرار للوصول الى هدفك. بنشكر حضرتك جدا دكتوره ليلى، حضرتك نورتينا، ربنا يبارك فيك، فعلا استفاده من حضرتك كتير، وان شاء الله يكون في لقاءات تانية باذن الله. انا بس عايزه انهي اخر حاجه بس ما اقولها كده للدكتور ابراهيم فيه عشان دوت مثل الاعلى، اقول عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله، عيش باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيش بالامل، عيش بالحب، عيش بالتفاؤل، عيش بكل لحظه انها يعني لحظه جميله في حياتك. احنا بنشكر حضرتك جدا. بشكركم على المتابعة، وأتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وأن كلكم إن شاء الله تحققوا أهدافكم. لكن المهم لما نحقق أهدافنا ما ننساش أصحاب الفضل علينا والناس اللي وقفت جنبنا وساعدتنا. وأنا حابة أتوجه بالشكر لبابا وماما عشان هما أكتر ناس في الدنيا ساعدوني أن أنا أحقق هدفي وأكون قدام حضراتكم النهاردة. كده إن شاء الله نشوفكم على خير كل يوم أربع في لقاء منتظر الساعة 11 مساء، والإعادة بتكون كل يوم خميس الساعة 7 مساء.